بنوجه رسالة لقادات حلب، للقادات اللي نحن أملنا فيهم أنه يتوحدوا ويكونوا على إيد وحدة، لأن حلب بهالوقت يلي عبعدي على المدنيين في مدينة حلب بيحتاجهم بشدة، مو بيحتاجهم لصمودهم بس مع المدنيين، لا بيحتاجهم لشدة. بنتمنى من كل القادات يتوحدوا ويكونوا إيد وحدة. تتكلم بأفواه الناس المظلومين داخل مدينة حلب بالمجازر التي ترتكب يوميا في داخل الأحياء المحررة، المجازر لا تنتهي لا تعاد ولا تحصى. بالأمس 200 شهيد في داخل مدينة حلب والأعداد في تزايد مستمر. القادات داخل مدينة حلب، أوجه لكم كلمة، أنتم في النهاية أخوان لنا، تشعرون بما نشعر، نطالبكم بالتوحد بأن تكون أيام القادمة هي أيام فرج أو انتصارات داخل مدينة حلب، أن يكون هذه الغمة التي تمر علينا في الفترات الماضية أن تنتهي، فالناس طال صبرها، ونتمنى منكم أن تكون القرارات موحدة لكي نحصل على أهدافنا منذ 5 سنوات حتى اللحظة. اليوم حلب تعيش أيام عصيبة من الحصار والهجمة الشرسة التي يقوم بها النظام، كل ساعة كل دقيقة تقصف فيها الأحياء السكنية في حلب، تقصف التجمعات السكنية، يقع كل يوم مجزرة يقع فيها العديد من الشهداء. الأطفال بالأمس كانوا بدون رؤوس، قصف همجي بالبراميل بمختلف أنواع الأسلحة. هؤلاء سكان حلب أمانة في أعناق قادة فصائل حلب، هؤلاء القادة هم الأمل، المرابطون على الجبهات. نقول لهم جزاكم الله عنا كل خير، أنتم أملنا. يا قادة فصائل حلب، نرجو منكم توحيد الكلمة، توحيد الجهود.